السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أحبتي المشاهدين، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لا إكراه. هذه الحلقة بامتياز الهوية، ونحن نعلم أن هذا الموضوع هو من المواضيع الشائكة وشديدة الحساسية والاضطراب. هذا الموضوع تم التعاطي معه في المنظومة الأوروبية، تعاط يتلائم مع نسق المحمولات ونسق الوعي الذي يتماهى مع طبيعة المنظومة الأوروبية. بالإمكان أن نتحدث عن مرحلة الهوية التنويرية، النهضة والتنوير، وبالإمكان أن نتحدث عن الهوية السوسيولوجية، ونتحدث عن الهوية ما بعد الحداثية. في المنظومة الإسلامية والمنظومة العربية الهوية أيضا عندما كانت مركزية، أو أقصد أن الإسلام كان هو المركز في العالم، كانت هويته عابرة، ولكن عندما تحول إلى طرف في الحضارة ربما باتت الهويات التي تولد داخل المنظومة العربية هي من جنس الهويات الموجودة في المنظومة العربية. لذلك الهوية التي ترتبط بالدين، ترتبط بالطائفة، ترتبط بالقومية، هكذا هويات نسمع عنها كثيرا وهي في حالة صراع دائم. هذا الموضوع أيها الأحبة نحاول أن نقف عنده وقفة تأملية مع ضيفي العزيزين في هذه الساعة، الأستاذ الدكتور صلاح الجابري رئيس كونسل يونسكو في جامعة بغداد، حياكم الله. أهلا وسهلا بك، حياك الله. وأيضا الباحث والأكاديمي الأستاذ الدكتور عزة الموسوي، حياكم الله وأهلا ومرحبا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك. حياكم الله. البداية معك الدكتور الجابري، نقص شريط الحوار بالوقوف عند فك النزاع حول مفهوم الهوية بدءا. مفهوم الهوية، ما الهوية، وهل هو مفهوم فعلا إشكالي كما قلت في هذه المقدمة؟ شكرا جزيلا، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة موضوع الهوية بمعناه الاجتماعي والسياسي هو موضوع ملتبس، وخاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية هو موضوع حقا أنه موضوع ملتبس ويحتاج إلى تحديدات يعني، ولكن ممكن الحديث على بشكل عام ثم بشكل تفصيلي عن معوقات تحديد الهوية أو تنوعات الهوية في الحقيقة بشكل أدق. يعني الهوية من حيث المفهوم ربما لها بعد منطقي، يعني لا ننسى أنه أحد القوانين المنطقية الأساسية يدعى قانون الهوية، وهو ما به يكون الشيء هو، يعني يمتلك الشيء وجوده باعتباره ذاته من دون نقيض أو من دون تناقض ذاتي، وهذا يعتبر مبدأ من مبادئ العقل المنطقي. ولذلك يعني إذا صح أن ننطلق من هذا المفهوم المنطقي، وإن كان هو غير مفيد من الناحية العملية، ولكن هو من الناحية النظرية أن مبدأ الهوية، هوية الشيء، هو ما به الشيء هو، أي مجموعة الخصائص والصفات التي يتشخص فيها الشيء ويتميز عن غيره من الأشياء الأخرى، بالتالي لا يمكن أن يحصل التباس وتناقض ذاتي في نفس الشيء. لا، حقيقة الشيء. حقيقة الشيء. ولذلك يعني لكن نحن ما نقصده بالهوية ليس هذا البعد المنطقي، نقصد هي مجموعة الخصائص الثقافية والفكرية التي تشعر الإنسان بالانتماء إلى مجموعة اجتماعية. طيب. لأنه الهوية الذاتية هذه مسألة تكاد تكون بديهية، لا اختلاف حولها أن تكون هناك هوية ذاتية. الاختلاف والصراع يحدث عندما ننظر أو نلتفت إلى البعد الفكري وربما نسميه الثقافي الأيديولوجي للهوية، أي أن هناك مجموعة من الأفكار والخصائص والسمات الثقافية التي تحدد انتماء شخص لمجموعة تؤمن بنفس هذه المبادئ. طيب. ولكن هذه طبعا ليست ثابتة، وإنما هي متحولة ومتغيرة، وبالتالي لا يمكن أن نجعل من الهوية شيء قار وثابت بشكل مطلق. يعني المعيار في التحرك هذه الهوية سنتحدث عنه لاحقا إن شاء الله. يعني نحن نتحدث عن هويات لكل فرد وليس هوية واحدة، هويات متعددة. أحسنتم دكتور الموسوي. ذات السؤال، يعني لعلمي بأن لديك تخصص في الدراسات الإسلامية والقرآنية، يعني
الهوية من منظور إسلامي تتفق مع ما تفضل به جناب الدكتور الجابري؟ شكرا جزيلا لكم جناب الدكتور، حياك الله. تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناتكم الموقرة، وتحية طيبة لجناب الأستاذ الكريم. ما لا شك فيه في أن الهوية تنقسم إلى مجموعة أقسام، أو بالمعنى التعريفي الذي يعرفه علم الاجتماع أو علماء الاجتماع، منظومة من الرموز يحددها مجموعة من البشر، أو كما يقول فاضل زكي أنه مجموعة من القيم والمبادئ والأفكار في زمن محدد تحدده مجموعة بشرية محددة. مفهوم الهوية يحدده ماهية الإنسان. الهوية خلقت مع الإنسان، عندما خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكائن البشري حدد هويته منذ النشأة الأولى، فقسمها إلى ثلاثة أقسام: الهوية الدينية، والهوية القبلية، والهوية الفكرية، أو ما يسمى بالهوية الثقافية. مصدر هذا التقسيم مصدر سماوي هذا التقسيم؟ بما لا شك فيه بأن كل النظم التي يعني حددت هوية الإنسان هي منظومة نشأت من الباري عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. طيب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن خلق مفهوم التقوى ومفهوم الانتماء العقائدي حدده الله سبحانه وتعالى. المعيار هو التقوى. هنا حددت هوية الإنسان بأنه أنت هويتك هي التقوى. مجموعة قليلة من البشر ينتمون إلى المدرسة الإنسانية التي تقول بأن هوية الإنسان هو إنسانيته، لأن الإنسان أول ما خلق خلق إنسانا. طيب. فكان محتواه بإنسانيته. أما قضية الأفكار والقيم والمبادئ هذه أتت على مراحل فتشظت، فمنهم من انتمت هويته أو رجعت هويته إلى منظومة عقدية، ومنهم من رجعت إلى منظومة فكرية أو منظومة قبلية. نلاحظ أن رجل إذا ولد في بيئة قبلية أصبحت هويته قبيلته، ويقول أنا ابن هذه القبيلة. طيب. وتحدد جميع تصرفاته ضمن هذه القبيلة فقط. أما العالم والأستاذ والفقيه تحدد هويته مقدار انتمائه إلى هذه المدرسة العلمية الفقهية الأكاديمية. هذه الإجابة تشي بأن الدستور الذي يتكئ عليه الإسلام كدين يرى أو أنه يقبل بتعدد الهويات بهذا اللحاظ. بكل تأكيد. يعني الله سبحانه وتعالى حدد هذه في موارد كثيرة في القرآن الكريم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أحسن صورة ما شاء ركبك. ثم ينتقل إلى ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. طيب. فإذا مسألة الهداية في النجدين، إن الله سبحانه وتعالى قد خير العباد في مسألة اختيار الانتماء أو الهوية. لطيف. دكتورنا الجابري، يعني متى يكون الحديث عن الهوية ملحا؟ أو الحديث عن الهوية يعني من الضرورة؟ يعني هل نحن دائما بحاجة إلى أن نتحدث عن الهوية، أم أننا ربما كما يقول البعض هناك أمواج، هناك أمواج عالية وهناك أمواج منخفضة، بالتالي أنا أكون مع التيار وأركب الموجة العالية؟ فهل نستطيع أن نقول أن الحديث عن الهوية يأتي عندما يكون هناك تشخيص لحالة من الفراغ الحضاري؟ فعندما نشخص هذه الحالة، حالة الفراغ الحضاري، فإننا نبدأ بالحديث عن الهوية كنوع من النرجسية، إن صح التعبير، كنوع من الدفاع. تصبح السؤال الهوية ملحا في المجتمعات التي تخرج من صراعات ومن حروب ومن صراعات داخلية ذات طابع مذهبي إثني قومي إلى آخره. وهذه الشعوب أو المجتمعات في الحقيقة عندما تتعدد فيها المكونات الثقافية والدينية والمذهبية إلى آخره، هذا يعني أن هناك هويات تتنافس مع بعضها
في كيف في أن تكون لها الأولوية دائما في لدى الإنسان الفرد. ولذلك نبحث عن معيار ما الذي يقدم أولوية هوية على غيرها من الهويات الأخرى. طبعا. وهذا يعني أننا ننظر يجب أن ننظر إلى الهويات بشكل متساوي في البداية، ثم نحتاج إلى أن نحدد المعيار الذي يجعلنا نختار هوية دون هوية ولكن أخرى. ولكن الإشكالية ذاتها أو ربما مركبة في كيفية تحديد هذا المعيار. هذه المسألة ليست نعم. بالأمر الهين والسهل. ممكن أوضح لك هذا الأمور، هي تحتاج إلى أمثلة في التوضيح، ليست لا بس بمثال. نعم. ولكن يجب أن نركز أو نركز على الموضوع الرئيسي أو المنطلق الرئيسي، وهو أن المجتمع المتعدد الثقافات والمذاهب والمكونات عندما يخرج من صراع كان هذا الصراع قبله هناك هوية مفروضة بقسريا على المجتمع، هي هوية ربما الهوية القومية أو ربما هوية الحزب الواحد. بالتالي بالإمكان أن نشكل نقول أنه الذائقة السياسية أو الذائقة الدينية المهيمنة هي التي ترسم المعيار. ما الذي يخلقه هذا العمل القسري في الانتماء إلى هوية محددة مثل هوية البعث؟ نعم. يخلق عملية توتر سيكولوجي لدى المجتمع وإن كانت هي غير معبر عن ذاتها. نعم. لأنها مقموعة قمعا قاسيا. تمام. لكنها تخلق هذا التوتر. متى هذا التوتر يتحول إلى انفجار وعنف؟ عندما المانع يختفي بشكل مفاجئ، هذا الفلتر يختفي بشكل مفاجئ وهو النظام الدكتاتوري. ولذلك عندما اختفى النظام الدكتاتوري تشظى المجتمع العراقي في هويات متعددة. ظهرت الهوية الطائفية أو المذهبية، الهوية العرقية، العرقية، ظهرت الهويات العشائرية. تمام. البديلة يعني عن القانون، عندما ضعف القانون ظهرت القبيلة. تمام. وأصبح لها هوية ووجود وانتماء، يعني الإنسان يحتز بالانتماء إلى قبيلته يعني إلى حد جدا قريب. تمام. أو يحتمي بهذه الهوية. تمام. يعني بعد ضمور ونهاية وأفول هذا الحزب الواحد الذي يريد أن يفرض هوية واحدة، بعد 2003 برز لدينا ما يسمى بالحريات المتوحشة التي سمحت للهويات الفرعية بأن تبرز. بعد الفاصل سأكون معك جناب الدكتور الموسوي، وأسأل وأقول ضمن الحالة العربية الإسلامية تم تلازم بين الهوية والدين، نسأل عن هذا التلازم بعد وقفة قصيرة. أحبة المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مرة أخرى أحبتي المشاهدين إلى الجزء الثاني من هذا الحوار في برنامج لا إكراه. لمن فاته متابعة الجزء الأول تحدثنا وعلى نحو مكثف عن الهوية، ماهية الهوية والحاجة إلى الهوية، مع ضيفي العزيزين. أجدد لهما الترحاب، جناب الدكتور صلاح الجابري أهلا ومرحبا، وجناب الدكتور عزة الموسوي أيضا أهلا ومرحبا. ربما في الحالة العربية والإسلامية عندما يتم الحديث عن الهوية يبرز الدين، فهل تم تلازم بين الدين وبين الهوية؟ طبعا ما لا شك فيه، هناك تلازم كبير جدا، ونستطيع أن نجيب على هذا السؤال من خلال عنصرين مهمين. العنصر الأول هو من المؤسس لمفهوم الهوية، العنصر الخارجي أم العنصر الداخلي؟ العنصر الخارجي يكمن في من هو الذي حدد الهوية. يعني عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وقال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى آخر الآية. كان هناك إشكال واعتراض من أحد يعني الملائكة الموجودين، وهو إبليس. عندما خاطب الله سبحانه وتعالى ذاك الخطاب قال خلقتني من نار وخلقته من طين. هناك محددات، الله سبحانه وتعالى أراد شيء لهوية هذا الإنسان، والشيطان خاطب الله سبحانه وتعالى بما يعتقد به
من فكري الموجود بأنه أنا ميزت نفسي عن هذا الإنسان بأنه حددت هويته، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا جانب. الجانب الآخر، العنصر الآخر الداخلي، هو ما يرتبط بفكر الإنسان وعقيدته. الإنسان هو من يحدد فكره وعقيدته، هي التي تحدد مقدار هويته. فعندما نقول إن الدين عند الله الإسلام، ونحن هنا لا نقول بأن الإسلام هو ما جاءت به نبوة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، وإنما كل الديانات أو كل الشرائع التي أتت هي تدعو إلى كلمة سواء، الإسلام. فأصبحت الهوية الخاصة بالإنسان هو الإسلام، بغض النظر أنه هذا يعتقد بعقيدة أو شريعة موسى عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام أو شريعة عيسى عليه السلام أو شريعة محمد صلى الله عليه وآله. فإذا هنا كم هوية أصبحت لدينا؟ مجموعة من الهويات، لكن ترتبط ارتباط واحد وهو بالإسلام والتي شرعها الله سبحانه وتعالى. هنا هذا التلازم لابد أن يكون واضحا، بأن هناك تلازم ما بين الهوية وما بين الفكر الإنساني والفكر يعني الفكر الثقافي الذي نشأ مع الإسلام. طيب، يعني ربما هذا التلازم يجعلنا نرسم أكثر من علامة استفهام حول البيت الإسلامي الداخلي. أنت تعلم أنه في المنظومة الإسلامية هناك الكثير من الصراعات الهوياتية. نعم. يعني إذا أردنا أن نرجع، هناك صراعات هوياتية بين الأشعرية وبين الماتريدية، بين الأشعرية وفرقة حديث أهل بغداد على سبيل المثال. نعم. وتشظت إلى حد هذه اللحظة. نعم. فبالتالي بما أننا دائما نتحدث عن الهوية، هذا يعني أنه البيت الإسلامي لحد الآن لا يوجد لديه استقرار حول الهوية. دائما هناك عملية استرخاء، عملية عدم وضوح، ضبابية، وهذا الذي نتحدث عنه. نقول أن هذه حالة التشظي ناشئة من المفهوم الفكري لكل فرقة ولكل عقيدة. فإذا أخذنا مثال الخوارج عندما خرجوا عن طاعة علي بن أبي طالب عليه السلام، كان لهم رأي أن الحكم إلا لله، خلاص بقية الأمور إحنا ما نتدخل بها، لا إلك ولا إلى معاوية، وإنما الحكم إلى الله. هذه حالة فكرية نضجت في هذا العهد. أما المعتزلة وغيرها من والأشاعرة وغيرها من هذه الحركات أو الفرق الإسلامية، كلها تدعو إلى أنه الله الخالق والله سبحانه وتعالى هو الواحد، لكن نختلف في بعض المفاهيم وبعض العقائد وبعض الأفكار التي نفتح. منهم من يرى بأن الإمامة هي الأصل، ومنهم من يعتقد بأن الإمامة ليست هي الأصل، وإنما فروع الدين والجوانب الأخرى التي تخص الفقه الإسلامي من قبيل الصوم والصلاة التي تختلف فيها المذاهب. هذه الاختلافات هي التي تحدد الهوية. لطيف دكتورنا الجابري، يعني لا نبتعد كثيرا عن هذه المساحة. الكثير من المختصين عندما يتحدث عن الهوية في السياق العربي الإسلامي يقف عند سياقين. السياق الأول هو سياق الهوية والحداثة، والسياق الثاني الهوية والعنف. نقف عند السياق الأول، أسمع منك التعليق، الهوية والحداثة. والله لا تسمح لي حتى أكون منسجم مع الأفكار اللي طرحتها قبل قليل، يعني حتى ما أقفز من فكرة إلى فكرة، والمشاهد حتى يفهمني بشكل جيد. يعني أنا تحدث عن الهوية القسرية اللي كانت في زمن النظام السابق، والتشظي الذي حدث بعد سقوط النظام السابق، وبالتالي هذا التشظي طرح هويات متعددة، وهذه هي الحالة الطبيعية، وأصبح أمام الإنسان خيارات متعددة وينتمي إلى أي هوية يريد. يعني بالتالي لا توجد هناك سلطة قسرية على الإنسان تجبره أن يختار هوية دون هوية أخرى، لأن الهوية هي شعور داخلي بالانتماء إلى مجموعة. طبعا. ومن حق الإنسان أن يمارس هذا الشعور الداخلي، ولكن ما الذي يجعل الإنسان في الحقيقة يختار هذه الهوية دون هوية؟ ما الذي يجعل هوية في زمن ما مهمة وهوية أخرى في زمن من الزمن ما لها دور ثانوي؟ ما الذي يجعله؟ الذي يجعله، وقد تحدثت عن المعيار، هذا المعيار هو السياق الاجتماعي. السياق الاجتماعي هو الذي يحدد أهمية هوية على هوية أخرى، أو الحاجة إلى هذه الهوية دون الهويات الأخرى، أو متى نحتاج إلى هوية عابرة للتنوعات أو الهويات الفرعية، بحيث تكون ذات طابع عملي، وممكن أن تؤدي طابع عملي سياسي.
يعني عذرا دكتور عطفا على إجابتك السابقة، قلت أن موضوع الهوية يبرز للحديث عندما يكون هناك صراع. جاوزناه احنا الصراع، قلنا حدث بالتالي الصراع. الصراعات يجعلنا نتحدث عن الهوية، بالتالي الجهة المهيمنة، الجهة المسيطرة، الجهة الغالبة تحاول أن تفرض ما لديها من هوية. الآن كان هذه الآن لا توجد جهة تجبر الإنسان على اختيار هوية دون هوية أخرى. فأنا إذا تريد أحدد لك الآن يعني في هو لا يوجد جبر، ولكن توجد قوة ناعمة تجبر. لا 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 الآن يعني مثلا مجتمعنا الكردي ليست له أولوية، لا يعتبر الهوية الدينية هي أولوية أو الإسلامية أولوية، الهوية القومية هي الأولوية. ليش؟ لأن يعني اضطهد على أساس قومي. تمام. الشيعة لماذا الآن يركزون على الهوية المظلومية الشيعية؟ لأنهم اضطهدوا على أساس شنو؟ على أساس شيعي، ولذلك صار لديهم هذا التركيز والأولوية للهوية الدينية الشيعية، وصار لدى الكرد التركيز على الأولوية للهوية القومية على أساس الاضطهاد الذين كانوا يشعرون أنه قد أحاق بهم في زمن الدكتاتورية. تمام. ألا ترى أن هذا المعيار عندما فيه زحافات؟ عذرا، أهم شيء نعم يوجد فيه زحافات، يعني هذا المعيار ربما بعد عام 2003 أو العقد الأول بعد عام 2003 ربما يأخذ الرتبة الكاملة والعلامة الكاملة. ألا ترى أنه هذا المعيار فيه زحافات؟ فيه أي معيار قصدك؟ معيار أنني مثلا ظلمت دينيا لذلك سأعمل على الانتماء أو احتضان الهوية الدينية. لا لا، مو هذا المعيار. المعيار اللي أقصده أني أن نعم. الذي يجعل أولوية وأهمية لهوية دون أخرى ليس معيارا مطلقا، وإنما هو معيارا نسبيا. تمام. هو هذا ما هو معيار نسبي، هو السياق الاجتماعي. تمام. يعني أنا دكتور صلاح، أنا مثلا مسلم شيعي متخصص بالفلسفة، مهتم بدراسات منع الإبادة الجماعية، رئيس كرسي اليونسكو. تمام. هذه كلها هويات. هوية. ما الذي يجعل هوية في سياق معين مقدمة على هوية أخرى؟ هو السياق الاجتماعي. تمام. أنا في لحظة من اللحظة أنت جايبني هنا تحتاجني كفيلسوف متخصص بالفلسفة مثلا. تمام. وأتحدث عن الهوية وعن مفهومها وإلى آخره، ولكنك لم تختارني على أساس أنني فرد في المجتمع الإسلامي. نعم. وإنما أنا فرد من مجتمع المثقفين احتاجتني، صح لو لا؟ أو من مجتمع الفلاسفة ربما تحتاجني. صدق الموضوع هي الحاجة. نعم، السياق الذي أنت تركز عليه هو الذي يجعل الآن أولوية يقدم هوية على هوية أخرى. أنت إذا هويتك طبيب، أنت تحتاج الطبيب في لحظة من اللحظات أكثر من أي شيء آخر، لا تسأل عن كونه مسيحي أو يهودي أو مسلم أو سني أو شيعي. لطيف. وإنما كطبيب. لطيف. وهنا هوية الطبيب هوية باعتباره شنو؟ مجموعة من التخصصات والأفكار يعني الممارسة العلمية المهنية التي يمارسها مجموعة وشريحة من المجتمع يمتازون بمجموعة من الخصائص ممكن أن تشكل لديهم هوية كهوية الفلاسفة وعلماء النفس وإلى آخره. فالهوية يعني ممكن تكون متعددة، ليس شيئا مطلقا أنه الهوية الدينية هي يجب أن تكون الهوية الوحيدة. لطيف. الموجودة. لطيف. الهوية الدينية هي واحدة من الهويات الأخرى، نعم قد تكون لها عندي الأولوية الأساسية والرئيسية في ظرف معين وتكون هي الهوية المقدسة، وبالتالي ممكن أن تكون هي المحرك لي في اتجاهات حركتي البراغماتية في الحياة. لطيف. يعني السياق المجتمعي نعم ممكن تكون هكذا. نعم. ولكن ليس بشكل مطلق. اتضحت هذه الصورة. أنت طبعا إجابتك هي إتمام لما تفضلت به. نعم. الجزء الأول. ولدي إتمامات أخرى ما راح أقطعها، ولكن إذا أردنا أن نفتح المجال إلى الإتمامات ربما لا تجيب على السؤال فيما يخص السياق العربي. أعود إلى الدكتور الموسوي، يعني ذات السؤال الذي سقته إلى الدكتور الجابري. في السياق العربي عندما يتم الحديث عن الهوية يتم التطرق إلى سياقين، السياق الأول يجمع بين الهوية والحداثة، والسياق الثاني يجمع بين الهوية والعنف. كيف تعلق على السياق الثاني الهوية والعنف؟ أترك السياق الأول بعد قليل للدكتور الجابري. وهذا حقيقة أنا أعتقد أن تحديد هذا المفهوم يجرنا إلى أن يعني المنظومة السياسية أو السلطة الحاكمة هي التي من حددت أو تحكمت في تحديد الهوية بالنسبة للمجتمع. تمام. على مر الزمن نرى أن يعني تعدد الحكومات الجائرة التي استلمت الحكم سواء كانت بالأنظمة الإسلامية أو غير الإسلامية تحدد هوية الإنسان من خلال معتقدها، من خلال ما تعتقد به. ولذلك عندما نتصفح كتب التاريخ نرى أن جميع الأنظمة السياسية شاءت أن تخلق هوية للإنسان بإرادتها يعني وأسست على ذلك مدارس مختلفة
على ما تعتقد به السلطة، فكانت هناك كتابات تسمى بكتابات السلطة، وكانت هناك أفكار وثقافات يعني متعددة هي ناشئة من هوية السلطة وما تعتقد به السلطة الحاكمة. هذا من جانب. الجانب الآخر وما تفضل به جناب الدكتور، علينا أن نفرق ما بين الهوية وما بين التخصص. عندما أكون أنا متخصص بجانب معين، فهذا لا يعني أنه هذا التخصص هو من يحدد هويتي، فهويتي هي ما أعتقد به أنا. تمام. الاعتقاد هو أعلى درجات اليقين كما هم كما يعبرون. فثقافة الفرد وفكر الفرد وما يعتقد به الفرد هو من يحدد هويته. أما مجال التخصص، إذا كنت أنا أستاذا أو مهندسا أو طبيبا، هذا مجال تخصص يسمى، ولا يعني أنه هو يعني يمثل هويته. أنا هويتي مسلم بالدرجة الأساس، أنا هويتي مسلم، وهوية الثانية هي شنو؟ أنا أكون متدينا، والمتدين يختلف عن الشخص الذي يحمل. يعني بالإمكان أن نخلص إلى أنه هناك هوية رئيسة وهناك هويات ثانوية. أحسنتم. أكو تفرعات. هذه طيب. التفرعات يعني لا تعني بأنه تمثل هوية الإنسان. نعم، كما تفضل جناب الأستاذ، أنا مسلم، هوية الأساسية أنه أنا مسلم. والمسيحي يعتقد بأن هويته شنو؟ هويته مسيحية. وكذلك اليهودي، وكذلك بقية المذاهب وبقية الأديان ترتبط بأنه شنو؟ نحن نعتقد بأن هويتنا وفق ما ننتمي إليه من مدرسة دينية، لكن المنظومة الأساسية أن الدين عند الله شنو؟ الإسلام الذي هو يقبل جميع التفرعات التي تحدثنا. بالتالي الهوية الدينية كما قلنا في الحالة العربية هي هوية موجودة وواضحة، لأن الشعوب العربية هي شعوب مسكونة بالدين والتاريخ. فالهوية الدينية وإن البعض لا يحاول أن يظهرها، ولكنها هي موجودة حتى في اللاوعي موجودة. دكتور صلاح، بالنسبة للسياق الجمع بين الهوية والحداثة، يعني على اعتبار أن الهوية تشكل جدار صد للحداثة القادمة، قادمة من وراء المحيطات. يعني هنا أنت تأخذ الحداثة بمفهومها السلبي، يعني إذا كان الهوية هي جدار صد للحداثة، معناها الحداثة ناحية سلبية أو هي ليس بالمطلق. نعم. إذن الهوية ليست يعني بالتحديد أن تكون حائط صد. هناك يعني في بعض الأحيان أفهم من حديثكم يعني السيد وحضرتك أنه الهوية يعني هي مكافئة للاعتقاد، يعني للإيمان يعني بالله أو كذا. هي ليست كذلك. يعني أنا ما قبل قليل ماذا قلت؟ في ذهني قلت الشعوب العربية مسكونة بالدين والتاريخ، لأنها مسكونة بالدين والتاريخ. نعم. أنا أميز بين الواقع كما هو الذي يطرح لدي هويات متعددة، الواقع كما هو، والهويات التي يعتقدها كل شخص لنفسه، وهذه من حقه. يعني وحتى التمييز بين أولويات، لكل شخص لديه يعني أسباب وذرائع لتمييز لتقديم هوية على هوية أخرى، وربما يعني يتبنى هوية بشكل صلب يعني تجاه الهويات الأخرى. وهنا ممكن نأتي نتحدث عن كيف يظهر العنف من خلال الهوية. ولكن الحديث عن الهوية والحداثة في الحقيقة، إذا تحدثنا عن الجانب الإيجابي للحداثة، فالسؤال هو إلى أي حد ما تمارس الحداثة دورا في تعزيز هوية الفرد في داخل المجتمعات الإسلامية بشكل عام، وليس العربية فقط. تمام. في داخل، إلى أي حد ما تمارس الحداثة تحديدا لهذه الهويات وتشذيبا، يعني هذا مهم. وبالتأكيد إلى أي حد؟ يعني وبالتأكيد هناك تأثير لهذه الهويات، والمجتمع ليس يعني مقتصر على هوية واحدة. كما قلت لك، تعدد الهويات، هوية دينية وهوية شيعية وهوية سنية وهوية المهنة أيضا، كما قلت هوية الأطباء وهوية الفلاسفة وعلماء النفس، وكذلك هناك الهويات السياسية. عذرا دكتور، مداخلة بسيطة، ألا ترى أنه التأثيرات الإيجابية الغربية للحداثة الغربية محصورة بالحداثة الصلبة كما يقول زوغمان باون؟ ليس بالضرورة. يعني ممكن يكون تأثيرات الحداثة في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية تظهر على شكل
انتماءات لهويات مثل الهوية الليبرالية، الهوية العلمانية، نعم، الهوية ذات الطابع الاقتصادي. طبعا. يعني لا، هذه الاقتصادي يعني صلبة، ذات الطابع الاقتصادي يعني في، نعم، بعض الأحيان الهوية الاقتصادي الرأسمالي يتحدث عن الشخصية الاقتصادية، نعم، يعني الذاتانية بالتأكيد، نعم، في حين الاشتراكية تتحدث عن، لا تتحدث بالعكس، يعني لا تتحدث عن الهوية الذاتية باعتبارها أنا أعتبرها تحصيل حاصل، وإنما تتحدث عن الهوية الجماعية، نعم، أكثر. تمام، أنا في نفس الشيء من هذا الموضوع. فالحداثة من ناحية الإيجابية لها دخل أيضا في داخل مجتمعاتنا، ومن ناحية السلبية أيضا لها دخل في داخل مجتمعاتنا. هي في الحقيقة دخلت إلى المجتمعات وفككت حتى طبيعة الأسرة وطبيعة العلاقات الاجتماعية. ما كانت يعني هي الحداثة مبنية على تفكيك القبيلة والانتماءات للقبيلة والعشائرية إلى آخره، والطرحت بديل هو الانتماء إلى حكم القانون، نعم، الذي هو في الحقيقة ينظم ليس فقط القبيلة والعشيرة، وإنما ينظم حتى الدين والطقوس والممارسات الدينية اليومية يمارسها، يعني ينظمها القانون، نعم، القانون المدني أقصد. ولذلك يعني هذا حديث يعني يحتاج لحلقة واحدة، يعني أنه نتحدث عن مدى تأثير الحداثة. الشيء السؤال المهم اللي ذكرته وأنا أجلته هو كيف يخرج العنف من داخل الهويات. بدقيقة، اللي لدينا فاصل، تفضل. نعم، هذا مهم. بدقيقة. بدقيقة، العنف يظهر في داخل الهويات عندما تزعم هوية لها الفرادة والقداسة على الهويات الأخرى. أنت تتحدث عن الهويات المغلقة. فتقمعها. الهويات، نعم، المغلقة هي التي تمارس هذا، نعم، الدور. بعد الفاصل سنتحدث عن إشكاليات الهوية في المنظومة الإسلامية على نحو التنقيط، حتى نعطي لا أقول فرشة متكاملة ولكن ثمرة من هذا اللقاء مع جناب الدكتور الموسوي. أحبة المشاهدين، فاصل قصير وأخير ثم نعود إليه. أهلا بكم أحبة المشاهدين إلى الجزء الأخير المتبقي من هذا الحوار. البداية معك في هذا الجزء دكتور عزة الموسوي، حتى نعطي ثمرة. ربما المشاهد يطالبنا بأهم الإشكاليات التي تعاني منها الهوية العربية الإسلامية الآن. طبعا هي ما لا شك فيه بأنه المشاكل التي حدثت في يعني المنظومة العربية هي أساسها فكري عقائدي مرتبط بالهوية. كل يعتقد بأنه هويته هي السائدة، وقلنا أنه هذا يعتمد على شنو، يعني ارتباط المجتمع بالمنظومة السياسية. فمسألة التطرف ومسألة الإرهاب أسست وانتشرت ويعني انبثقت من فكر أوحد، وهو يعتقد بأن فكره هو الأصح، وباقي الأفكار وباقي يعني المذاهب الأخرى تعتبر مذاهب يعني مناهضة لهذا الفكر. يعني عندما نتحدث عن التطرف، والتطرف هو أخذ جانب معين دون الجوانب الأخرى، هذه طبعا ثقافة أو تسمى بهوية. أنا أعتقد بأنه فكري هو الفكر الأوحد، وباقي الأفكار وباقي العقائد هي يعني نعتبرها دخيلة. المنظومة العربية أو المجتمع العربي بشكل كامل، المشاكل ويعني القضايا التي دخلت إلى مجتمعه بما فيها التطرف والإرهاب ناشئ من تعدد الهويات. أنا أعتقد بأنه ثقافتي بأني الله سبحانه وتعالى واحد، وباقي ما أنتجته الديانة الإسلامية كلها تفرعات لا أساس لها. يعني مثلا الشيعة لهم فكر، السنة لهم فكر، الوهابية يعتقدون بفكر آخر، السلفية بلسان العصر. هذه الفرق، هذه المذاهب، نعم، هل ثمة سبيل إلى جعلهم يتعايشون في منطقة واحدة؟ ولكن ربما هذا المعيار الذي يجعلهم يتعايشون رغم تعددهم الهوياتي ربما لا ينتمي إلى منظومة دينية إسلامية، ربما تتكئ على تمظهرات الحداثة. فعندما نقول المواطنة على سبيل المثال، هنا هل يتفق، هل يصطدم مع ما تفضلت به؟
سابقا كانوا جميعا متفقين. نعم. وكان اختلاف في الأفكار، يعني كانوا مجتمعين سوية وكانت نقاشاتهم نقاشات عقائدية فكرية، لكن عندما دخل الغرب أو مسألة التغريب أو الفكر الغربي الذي يعتقد بأن التهديد الأوحد لتشتيت العالم الإسلامي هو المنظومة الفكرية، وجاءوا بأفكار يعني على سبيل المثال العلمانية وغير العلمانية، وهذا الفكر الذي دخلوا في المنظومة الإسلامية وأسسوا إلى منظومة جديدة هي منظومة الإرهاب، هؤلاء استطاعوا أن يفرقوا هذا الجمع. وإلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخير. طيب، من حيث النظرية ربما الحديث يأخذنا إلى مساحة أخرى، ولكن يعني من جانب آخر ربما يستشكل علينا البعض، يقول المنظومة العربية والإسلامية تعيش حالة من الذهول الهوياتي لأن الآخر متقدم وهناك يوجد لدينا عجز في ملاحقة هذا التقدم، لذلك بتنا نتمترس بموضوع الهوية ومنها الهوية الدينية. دكتور صلاح، هذا السؤال أسوقه إليك. نعم، الهوية الدينية هوية مهمة ولا نستطيع يعني أن نقلل من شأنها، ولكن كما قلت السياقات الاجتماعية هي اللي تحدد أولوية هذه الهوية في ظرف ما وأولوية هوية أخرى في ظرف ما. أضرب لك مثل، لو قدر لسياسي عراقي ينتمي إلى هوية معينة أو إلى فئة دينية معينة، ليكن شيعي أو سني أو من أي جهة معينة، أو حتى لو كان ليبرالي أو كذا، عندما يجتمع بمجاميع من العراقيين ينتمون إلى فئات مختلفة، إلى هويات مختلفة، مسيحية، يهودية، يزيدية إلى آخره، رأس بشكل طبيعي السياق الاجتماعي يفرض عليه نمط من الخطاب هو الخطاب الوطني، باعتبار الخطاب الوطني عابر للهويات هذه الفرعية. تمام. لكي يكون مقبولاً وأنه يتحدث بلغة الأب أو المسؤول عن مجموعة من الهويات الفرعية الأخرى في داخل المجتمع العراقي، السياق الاجتماعي أو السياق الحديث يفرض عليه أن يقدم هوية عابرة لكونه ينتمي إلى فئة معينة، يعني لكونه سني أو شيعي أو غيره. لماذا؟ لأنه هو السياق الاجتماعي هو الذي يفرض هوية على هوية أخرى، يفرض أولوية هوية، الظرف الاجتماعي يفرض، الظرف السياسي يفرض. ولذلك يعني في أضرب لك مثل آخر لأهمية الهوية الدينية. طيب. الآن تجاه غزة المجتمع العربي والإسلامي منقسم، إيران تقود الهوية الدينية الإسلامية وقد نجحت في خلق اصطفاف أطلقت عليه المقاومة بين لبنان والعراق وفلسطين، حماس وجهاد الإسلامي وسوريا إلى آخره، بهوية هي هوية دينية، وبالتالي استطاعت أن تخلق هذا البنيان الهوياتي الديني، مقابل أيضا كانت هناك هوية عربية تحاول أن تعطي رأيا وتقدم رأيا أو موقفا تجاه القضية الفلسطينية، وهي الهوية القومية العربية. ولذلك يعني الآن المحللون عندما يقفون أمام هذا التمحور، المحور العربي القومي والمحور الإيراني الديني، أكيد هناك نوع من التقييم، وأنا لا أستطيع أن أقيم الآن، ليس هذا صفتي أو وضعي أن أقيم، أنا أصف. الآن هناك هوية دينية ولها تبعات ولها نتائج على الواقع ملموس وقوة وتأثيرات إيجابية، وهناك هوية قومية ربما في يعني أغلب الظروف قد أخفقت، وربما بسبب خلل في البنيان الفكري لهذه القومية. دكتور، ربما العالم، وبما أنك ذكرت قضية غزة، ربما غزة الآن تشكل تلسكوبا كبيرا يجعلنا نرى المخفي الذي استطاعت الماكنة الغربية أو القوى الناعمة أن تخفيه لرتح طويل من الزمن، وبالتالي سقط ضمن هذا الامتحان الكثير من العقول والأدمغة الماهرة، منها هابرماس الذي ربما وكما يقول أحد الأصدقاء لم يصبح لدينا هو فيلسوف التواصل إنما فيلسوف التسافل، وهذا يحتاج إلى وقفة. ولكن دكتورنا الموسوي، هذا أيضا السياق الاجتماعي الذي يعيشه هابرماس فرض عليه هذا الموقف، لأنه ينتمي إلى سياق اجتماعي يشعر بأن النازية الألمانية هي التي ارتكبت إبادة جماعية في اليهود، والآن عملية تطهير. نعم. وتخليص للذات. معك. نعم. من السياق الاجتماعي هو معيار. نعم. حاكم فيما يخص الهوية. جدا أتماهى معك دكتور. يعني
هل المنظومة الدينية والإسلامية قادرة على إعطاء معيار لتحديد الهوية لا يشكل نفورا ولا يشكل أو لا يفرض حساسية أو يثير حساسية الآخر؟ قادر؟ أنا هنا أريدك أن تتحدث بلغة العصر، يعني لا أريد أن نضرب أمثلة أو نظريات، الأمثلة والنظريات القديمة واضحة لها ضوءها، ولكن في ضوء الواقع الحالي الحاضر. نعم، يعني تحت هذا التقدم الرقمي الكبير والعالم أو المنظومة الرقمية الكبيرة، لا نستطيع أن نقول أو نجزم بأنه المنظومة الدينية قادرة على تجاوز هذه العقبات. تحتاج إلى جهود وتحتاج إلى تكاتف كبير جدا، وتحتاج بالدرجة الأساس إلى التوحد بالأفكار والثقافات الدينية، لأننا نخرج حقيقة بمجموعة من المفاهيم، كل يعتقد بمفهومه. الآن إذا أنا أستطيع أن أجلس على طاولة واحدة، واستطاعت الأنظمة العربية أن تجلس على طاولة واحدة، ولكن بالنتيجة لم تخرج بتوصيات ولم تخرج بنتائج توحد هذا يعني المنهج وتوحد هذا الخطاب. لماذا؟ لأن البعض يعتقد بأن المنظومة الغربية يجب أن يكون لها دور في مشاركة الأنظمة العربية في قضية اتخاذ القرار، حتى على مستوى الفكر وحتى على مستوى العقيدة. يعني الآن مسألة يعني التطبيع على سبيل المثال، هل اتفق العرب كلهم على أن مسألة التطبيع هي مسألة دخيلة ولا يجب أن يعترف بها؟ من هنا نستطيع أن نقول بأننا قادرون على تجاوز هذه المحنة أو غير قادرين. هناك آراء وهناك قرارات وهناك تعدد يعني فهم هذه المسألة وثقافة هذه المسألة وهوية هذه المسألة. طيب، طبعا بالنسبة لمنظومة إسرائيل، دائما بعد النكسات التي تصيب فلسطين أو تصيب المنظومة العربية، ترى أو من خلال الدراسات التي لديها أن المنظومة العربية والقادة يفكرون بالنسب الإسلامي، فهي تعمل وتوجه الماكنة التي لديها إلى تغيير بوصلة التفكير من النسب الديني والإسلامي إلى النفس القومي. دكتور صلاح، بالنسبة للعصر الرقمي، ونحن نعلم أن الريادة والهيمنة والقوة في هذا العصر هي إلى من يمتلك منظومة الحداثة وما بعد الحداثة، بالتالي له دور ولو كان مواربا في إخفاء الهوية، في عدم التفكير في الهوية الخاصة، خاصة أنا أتحدث هنا على الشرق الأوسط والشعوب العربية. الآن الحديث في اليونسكو وفي دوائر الأمم المتحدة عما يدعى المواطنة العالمية. المواطنة العالمية هي يعني الإيمان بمجموعة من المفاهيم والأفكار التي هي لا تخص شعب من الشعوب ولا أمة من الأمم، وإنما تخص الكرة الأرضية كلها، يعني يسموها يعني عالمية، يعني global citizenship يعني. وهذه المواطنة العالمية يراد أن تناقش ضمن سياقها الاختلافات الهوية والمصالحة الوطنية وإلى آخره. طبعا إلى أي حد هذا ينجح في مجتمعات مثل مجتمعاتنا، أنه المواطنة العالمية، طبعا المواطنة العالمية هي رديف العولمة، تمام، العولمة فرضت يعني استحقاقاتها، وهذا ليس بأيدينا، هذا في بعض الأحيان وهذه الاستحقاقات إيجابية، يعني أنه المجتمعات التي تقع في الأطراف على حد تعبير المركزية الأغربية الآن ما أصبحت أطراف، أصبحت مركز وتؤثر على القرار الدولي، فما صار هناك هامش مثل ما كان يعتقد في بداية الحداثة وعصر انتشار الاستعمار وهيمنة الاستعمار، بأن هناك مركز وأوروبا هي المركز وهناك هوامش وأطراف هي العالم الثالث. ما عاد، العولمة أصبحت جمعت العالم كله في نقطة واحدة، وليس في قرية أو في بيت، وإنما في نقطة واحدة. وبالتالي قيم العولمة هي هذه، هي أن تؤمن بالتعددية، تؤمن بالديمقراطية، تؤمن بحقوق الإنسان، تؤمن ب العيش المشترك. هذا في معناها الظاهري. نعم، وكنت أتمنى لا أن لا 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 لسنا علاقة بالأيديولوجيات، نحن علينا بالظاهر. تمام، نعم، نتحدث بالظاهر، وإلا لدينا موقفنا الخاص من بعض الأيديولوجيات أو الإزدواجية في تطبيق هذه المعايير. الآن وأمامك غزة، وإزدواجية فاضحة لدى الغرب أمام غزة،
أنه هذه حقوق، قيم حقوق الإنسان والتعايش وحقوق المرأة والطفل وغيرها أصبحت هباء منثورة عندما تنظر ماذا يحدث في غزة. هذه مفارقة. كفيتني مؤونة التعقيب بقولك هذه الإزدواجية الكبرى. شكرا جزيلا. نعم. لجناب الدكتور صلاح الجابري رئيس كرسي اليونسكو في جامعة بغداد، وشكرا جزيلا إلى جناب الدكتور عزة الموسوي الباحث والأكاديمي. الشكر أيضا موصول لكم أحبة المشاهدين، نلتقيكم إن شاء الله وحلقة جديدة وبرنامج لا إكراه، في أمان الله.